هو انت من الامهات العصبيه؟ كل شويه عماله تتعصبي وعماله تضربي في العيال ليه؟ طب خليكي معايا كده، يمكن اقول لك شويه نصايح هيخلوكي هادي شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. انا رغداء، يا ريت لو اول مره تشوفوني يا ريت تنزلوا بسرعه تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس اللي تحت ده علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لي لايك بس لو عجبكم الفيديو. النهارده هنتكلم على موضوع بصراحه بيهم كل الامهات. لو انت من الامهات العصبيه جدا وعماله تكسر في الشقه وكمان تكسر في البيت وعماله طول النهار تضرب في عيالها، يا ريت تسمعينا للاخر علشان خاطر هقول لك شويه نصايح ممكن تقدري من خلالها تبقى هاديه جدا وكمان تتصرفي بطريقه طبيعيه مع ولادك. يلا بينا نشوف النصايح دي ايه. اول حاجه كده، لو ابنك على طول هتلاقيه متعصب ومتنرفز وساعات يبقى ماسك مثلا الموبايل وعمال يلعب فيه ومش عايز يسيبه، وانت عماله تقولي له سيب الموبايل وهو عمال يقول لك لا لسه شويه، انت اكيد هتتعصبي وهتبتدي ان انت عايزه تضربيه او ممكن كمان تزعقي له وتعلي صوتك والموضوع ممكن يشتد بينكم. فانت علشان خاطر تبتدي ان انت تتغاضي عن الموضوع دوت لازم تفكري في اللي هيحصل قبل انت ما ايه ما تاخدي الموبايل منه. يعني انت لو مثلا خدتي الموبايل منه ممكن هيقعد يصوت ويعيط وممكن كمان تضربيه، وفي الحالتين دول انت هتبتدي ان انت توصلي لمرحله من العصبيه كبيره جدا، وهتبتدي كمان تلاحظي ان انت في فجوه بينك وبين ابنك، وفي كل مره هيبتدي ان هو يصر ان هو يعمل الموضوع ده علشان خاطر ينرفزك ويعصبك اكتر. فانت هتعملي ايه بقى؟ هتبتدي ان انت تفكري في النواتج او العواقب اللي هيحصل بعد انت ما هتبتدي تزعقي له، او حتى بعد انت ما هتبتدي تقعدي تضربي فيه. حاول تفكري وبتبتدي تحطي شويه نقط قدامك علشان خاطر تبتدي ان انت تتعاملي بيهم مع ابنك. لازم الاول تبتدي تديله خيارين. لو انت قعدت قدام الموبايل مثلا اكتر من نص ساعه او مثلا الساعتين او الوقت الطويل اللي انت قاعد فيه دلوقتي، انت هتضر نظرك وكمان هتضيع وقتك وكمان هتبتدي ان انت تجيب لنفسك تشتت انتباه، وهتبتدي ان انت ما تبقاش عارف تفكر كويس في الدراسه بتاعتك. انما لو انت قعدت تلعب شويه الموضوع ده هيفيدك، وفي نفس الوقت هتلعب وهتبقى مبسوط جدا. فلازم ان انت تبتدي تحسسيه بالمسؤوليه وتحسسيه ان هو اللي يبقى مسؤول عن نفسه، يبقى مش لازم ان انت تقعدي تتعصبي قدامه. لو انت حطيتيه كده قدام الخيارين دول، اول حاجه هيبتدي ان هو يفكر ويبتدي يحدد مصيره، يعني يا ترى انا هسمع كلام ماما ولا لا. فطبعا ممكن ان هو يحط في دماغه ممكن ماما تكون بتضحك عليا، او انا خلاص مش مشكله ممكن ان انا العب وخلاص المره دي وكل مره على كده. انما لو هو حط نفسه يقدر يمشي عليها ويحس ان هو دلوقتي كبر وبقى مسؤول عن نفسه، هيبتدي يعرف ان كلامك مظبوط، وكمان هتوصلي معاه كده ان هو هيبتدي يصدقي في كل الكلام اللي انت هتقوليه. فمش لازم ابدا تبتدي تتعصبي عليه، لان انت لو اتعصبتي عليه ممكن الطفل يحصل له ان هو هيبقى عنده عدم الثقه في النفس، وكمان هيحس ان هو قليل جدا، وكمان هيبتدي يحس ان هو مش عايز يسمع كلامك. ومن اللحظه دي هتقدري ان انت بقى تقعدي تروحي عند دكاتره نفسيين علشان خاطر ابنك يبتدي ان هو يبقى عنده ثقه في النفس تاني، ويبتدي يتعامل مع اصحابه بطريقه كويسه جدا، او مثلا يتعامل مع حد اكبر منه. لكن بالطريقه العصبيه دي هتضرك ومش هتفيدك في اي حاجه. فطبعا انت لازم تفكري كويس جدا قبل ما تتعصبي او تاخدي قرار ان انت هتبتدي ان انت تضربي ابنك او تتعصبي عليه. فلازم تفكري كويس جدا علشان خاطر الموضوع يكون بالنسبه لك سهل وبسيط. ايه كمان هنقدر نعمله؟ تقدري خليكي عبقريه تأهيل لنفسك علشان خاطر تبتدي تطلعي من موضوع العصبية اللي انت حاطة نفسك جواه، وما تقوليش على نفسك عصبية جدا، لانك بالاستمرار ممكن تبقي ام هادية جدا وكمان بتاخدي القرارات بطريقة صحيحة. لان احنا كلنا طبعا في البيت امهات بتتعصب، وكمان الولاد بيعملوا حاجات بتنرفز جدا. لكن لو انت حطيتي في دماغك انك تفكري وتاخدي القرار، هتبتدي تحولي موضوع العصبية ده لموضوع هادي جدا وبناء كمان، وتقدري ان انت كمان تبدي شخصية ابنك بالطريقة اللي انت عايزاها. فعلشان كده لازم تفكري كويس جدا وتفكري في العواقب زي ما انا قلت لك. وكمان لو انت حطيتي في دماغك مثلا لو انت ضربتي لنفسك امثال، هتقدري ان انت تغيري من نفسك بطريقه كويسه. يعني لو مثلا احنا مثلا راكبين العربيه بتاعتنا وحد مثلا كسر علينا بعربيته او زنق علينا مثلا وفضل ماشي بسرعه، ممكن لو اي حد عصبي هينزل من العربيه بتاعته ويبتدي يتعارك مع الراجل دوت، ويبتدي كمان ان هو يزعق له، والطريقه كمان هتكون واضحه جدا في الشارع. فكمان علشان كده لازم يفكر الانسان اللي اتعصب دوت هيقدر يعمل ايه. لو هو حط في دماغه يا ترى الراجل دوت اتصل عليا بالعربيه ليه، ممكن ان هو مثلا يقول ان هو كان مستعجل، مثلا يكون عنده ظروف، او مثلا يكون متاخر عن شغل، او مثلا يكون بيطلع يجري عايز يجيب دكتور لحد مريض. فمن هنا ممكن ان هو يبتدي يحس بالتاهيل النفسي ان هو مش هيقدر ان هو يتكلم مع الراجل دوت ويتعصب. امال هيعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يهدى خالص، والموضوع هيكون بالنسبه له يعدي
قوي الموضوع هيكون بسيط، انما هو لو ما فكرش في شويه الافكار اللي جوله دول وحلل الموقف كان هينزل بكده ويبتدي ان هو بقى يتعصب ويشتم الراجل ويبتدي ممكن كمان يضربه. فعلشان كده انت كمان لازم تحللي الموقف قبل ما تتعصبي وتبقي بصراحه ايه عصبيه. ممكن كمان تنهي ابنك من موضوع اللي هو يمسك التليفون او ان هو يعمل اي حاجه انت مش عايزاها تشغليه في حاجه انت عايزاها. فانا عايزه اقول لك كمان انت لازم تفكري كويس جدا قبل ما تاخدي اي قرار. بصراحه انا عايزه احكي لكم عن موقف حصل كمان معايا في الشارع. يعني بصراحه كان في ام خارجه مع اصحابها حوالي 3 امهات، فكل واحده كانت واخده بنوتتها، كان معاهم ايه يعني بنوتات كده، البنوتات بتاعتهم في سن حوالي مثلا 12 او 11 سنه كده، فكانوا طالعين حوالي مش عارفه باين يتمشوا حاجه زي كده. ومره واحده لقيت ام من الامهات راحت مسكت بنتها وقعدت تزعق بطريقه يعني خلت الناس اللي قاعده حتى ما كانتش معاهم تبص عليهم، يعني لفتت النظر وقدام صحابها، وانت كل ما نيجي نخرج بتعملي كده. وقعدت بقى تزعق لها، وكمان يعني قالت لها الفاظ ان هي مثلا كشتيمه يعني شتمتها قدام صحابها. فكانت البنت راحت قايمه بصت لها بصه يعني انا مش ناسياها، وراحت قايمه واخده بعضها على جنب كده وقعدت عياط 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 هستيري بطريقه يعني رهيبه. صعبت عليا جدا البنت دي، والام كمان صحابها قعدوا يقولوا لها ازاي ان انت بتزعق لها كده، خلاص دي كبرت المفروض ان انت تكلميها في البيت. وهي مقتنعه جدا ان هي ما قالتلهاش حاجه غلط، وتقول لهم انا ما عملتلهاش حاجه. يعني ايه ما عملتلهاش حاجه؟ انت كده سببتي جرح نفسي كبير جدا لبنتك، ممكن تفضل معاها الموقف ده ويفضل معاها لحد ما تكبر. وخصوصا ان اصحابها كانوا متعاطفين جدا وراحوا وراها كده وقعدوا يطبطبوا عليها، لان هي خدت بعضها كده ومشيت على جنب وقعدت تعيط، واصحابها راحوا وراها وازاي طنط كده ومش عارف ايه. فانت المفروض انت كده يعني زي ما تقولي هديتي طوبة. البنت ممكن كمان تتعود ان هي تكرهك او تكون كره بالنسبه لك، وتكون مش عايزه تخرج معاكي تاني علشان خاطر اللي انت بتعمليه. فانت كده ممكن ان انت وصلتيها للمرحله دي، او اللي هي ما كانتش اجتماعيه معاكوا زي انت ما كنت بتقولي لها بسببك انت، لان انت ممكن تكوني عرضتيها للموقف اللي اتعرضت ليه دوا مره واثنين وثلاثه. الموقف ده بصراحه اثر فيا كتير، وكان بصراحه البنت دي صعبت عليا جدا لانها كانت في سن المراهقه، والسن ده طبعا بيحتاج معامله خاصه وخصوصا من الام علشان خاطر دي بنوته، فطبعا اقرب حد ليها امها. فهي كده ممكن كمان ان هي تبتدي ان هي تنفصل عن امها خالص بصراحه، وتبتدي ان هي مش عايزه تتكلم معاها. فانا بقول كل ام لازم ان هي تتعامل مع اولادها مهما كان سنهم، يعني حتى لو صغيرين او كبار لازم تبتدي ان هي تتعامل معاهم بالحسن علشان خاطر تبتدي ان هي تنشا جيل كويس او جيل من غير اي امراض نفسيه. ومحدش يقول لي بقى احنا اتربينا كده او مامتنا كانت بتزعق لنا كده، لا، كل الحاجات دي كلها بتترتب ان الاولاد تطلع عندهم مشاكل نفسيه، وكمان ما يكونش عندهم ثقه في النفس، بتكون الموضوع بالنسبه لهم زايد قوي ويكونوا متضايقين جدا جدا. فلازم ان انت تاهلي نفسك قبل ما تبتدي ان انت تتعصبي مره واثنين وثلاثه، وهتلاقي نفسك والموضوع بالنسبه لك خلاص اتاقلمت عليه. فانت لو انت عصبيه تقدري تغيري من نفسك، ما فيش حاجه اسمها عصبيه وما فيش حاجه انا مش قادره اغير من نفسي فيها، لا، تقدري ان انت تغيري من نفسك وان شاء الله هتشوفي النتيجه. بس لازم زي ما انت عايزه اولادك يسمعوا الكلام، لازم انت كمان تغيري من نفسك وتبقي ام هاديه او ام بتعرف تاخد القرارات. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه، ويا ريت كمان تحطوا لنا لايك علشان خاطر الفيديو ينتشر اكتر، وكمان تعملوا شير علشان خاطر اصحابكم يقدروا ان هم يستفيدوا من المعلومات اللي احنا بنقولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.